شاك خلصانة معاكو بشياكة يا عيال اللوم. ايه عاملة هاد مال حارت الصفيح ودا كتف قانوني. يا سلام يا سلام، نزله في المصرف ومش عاجبه القرار وبقول له تفو عليك تفو عليك، دي مش كوره. قال له كتف قانوني وحكم اللقاء ما تكلمش. وادي طبعا حميد قاعد على الدكه ما عملش حاجه، يا عيني نزل المصرف يا لهو عالطين، دمك هتفشخ. لسه جايبالك البنطلون من شغل اربع. وادي شكري مش عاجبه القرار وهو كمان في خاده اتملى الطين، ده الحزبه كلها هتتفشل. هو اللي جابك يا بنت المرقوب. السلام عليكم. عليكم السلام. سل لا من الساعة دي ساعة. انت تتكلم جد؟ انت والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. شايف التوتة دي؟ التوتة دي مالها يا ابو عمو؟ التوتة دي بتضرب جيسة.